أساتذة وقالوها أساتذة وقالوها أساتذة وقالوها مطالبنا نعرفوها مطالبنا نعرفوها مطالبنا نعرفوها مطالبنا نعرفوها أجل الحال ولا تحمل القضية تحية عزيز تباتو الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتطوان. البداية نحييو يوم 24 على الحضور ديالها في هذه الوقفة هذه اللي هي وقفة احتجاجية على الأوضاع اللي وصلتها للأسرة التعليمية ولا الشعب المغربي بصفة عامة فيما يخص هذه الوقفة هذه كما قلت سابقا أنها تأتي انسجاما مع وكذلك تلبية للنداء ديال الجامعة الوطنية للتعليم التي أقرت إضراب 2021 من شهر فبراير وذلك احتجاجا على الاتفاق العار اللي تنسموه داخل الجامعة الوطنية للتعليم اتفاق العار أو اتفاق الهزيمة أو اتفاق المشؤوم اللي وقعته النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية اللي بالحقيقة أنه جاء تراجع على النظام الأساسي اللي قلت أنه جاء تراجع المكتسبات اللي كانت عند رجال ونساء التعليم في الوقت لأن الوزارة تقول أنها تتجود هذا العطاء من خلال نظام أساسي جديد ولكن تبين على أن هذا النظام هو جاء تراجعي وجاء باش يقضي على الوظيفة العمومية داخل وزارة التربية الوطنية وأنه جاء يكرس الهشاشة بحيث أن النقطة الجوهرية في هذا الشيء هو الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لأن الوزارة تقول أنه وحدوا القوانين الأساسية 12 داخل نظام واحد اللي غادي يكون ديال كامل ديال رجال ونساء التعليم ولكن تبين على أن نظام الهشاشة هو اللي كاين وأن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد مازال ما تعتبروش داخل الوظيفة العمومية وأنهم تمارس عليهم واللي تيبان هو من خلال الممارسة الخروقات اللي تمارست عليهم تنبيهات وتوقيفات المؤقتة وتحية لكم. صباح الخير. اذا احنا اليوم كجامعه وطنيه للتعليم توجه الديمقراطي فرع تطوان استجابه لنداء البيان الوطني للاف ان او اللي فيه اضراب لمده يومين 20 و21 فبراير كذلك مصحوب بوقفات احتجاجيه في جميع المدن والاقاليم والجهات. اذا في نفس الوقت وفي نفس الساعه كان ما يناهز 72 مدينه اللي داروا وقفات احتجاجيه امام المديريات الاقليميه في جميع الاقاليم. اذا احنا اليوم كجامعه وطنيه للتعليم نرفض اتفاق 14 يناير 2023 اتفاق اللي كنعتبروه لا يستجيب للحد الادنى للمطالب الاساسيه لنساء ورجال التعليم. كنعتبروا على ان هذا الاتفاق فيه مجموعه من التراجعات على المستوى ديال النساء المطالب والمكتسبات السابقه لنساء ورجال التعليم على انه لا يستجيب للحلول الملفات العالقة على رأسها ملف التعاقد كذلك التقاعد كذلك مجموعة من الملفات وبالتالي احنا اليوم كذلك نحتج ونندد ونرفض الانتهاكات القانونية اللي دارتها الوزارة والأكاديميات والأقاليميات واللي كتتجلى في مجموعة من التوقيفات والتنبيهات والتوقيفات على العمل اللي صدرتها في حق الأساتذة والأستاذات اللي في المعركة اللي داروا اللي قطعوا المسك ديال النقاط وإدخالهم في مسار وكنطالبوا بأن التراجع الفوري على كل هاد التنبيهات اللي دارت في حق الأساتذة والأستاذات. محمد الإسماعيلي أستاذ فرض على التعاقد بمديرية تطوان. كما يعلم الجميع ولا يخفى على أحد أن
مشكل ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد منذ بدايه 2016 الى 2023، يعني سنوات من نضال الكفاح ولا زال المشكل قائما، وتبين بالملموس اليوم، تبين بالملموس لجميع الشعب والاراء الراي العام ان الهشاشه التي نشتغلوا فيها هي هاد التوقيفات والتنبيهات والاستفسارات والتهديدات وغيرها من الاستفزازات. تبين بالملموس اننا لازلنا في التعاقد ولازلنا في نظام هش، وهذا ما يراد ان يفرض في المغرب اليوم. لمذا؟ لان لتطويع الانسان ومن اجله وجعله خادما للمؤسسات المانحه. تحيه لبارك.